بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم. مرحبا بأحبائي المشتركين وغير المشتركين، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في قناة إذاعات زهرة أو زهرة كرياسيون رايحة ندير لكم غطاء ثلاجة، لكن غطاء ثلاجة في الشباب. شريت هذا السكاي، هذا هنا عندي اللون البني، عندي منه 30 سنتيمتر، وعندي اللون هذا الباج ولا مش عارف كتسموه لباني، هذا اللون هذا عندي منه 70 سنتيمتر. السما بين اللون البني واللباني عندي مترا، مترا استقامت لي ب 45000، غايدي 45000 للمترا سكاي. هذا اللون البني نعمل منه جيوب الغطاء الثلاجة، وعندي واحد الزواقة الثانية نديرهم هنا في الغطاء، ونزيد نخدم منه اليدين تاع الثلاجة. وعندي هذا اللون اللبني ولا البيج، هذا نخدم منه الغطاء كامل تاع الثلاجة. عندي غطاء ثلاجة شوية كبيرة. دوكا نعطيكم القياسات نتاع الغطاء. عندنا الطول تاعو خليته كيما راه، العرض تاع سكاي عندي متر وربعين سنتي، وعندي العرض تاعو عندي هنايا على حسب الثلاجة 60 سنتي. هذه هي. نروحو دركا للرشمان. الرشمانة هذه خرجتها من الانترنت، هذه قسمتها، قسمتها هنا في هذا البابي كلاسي هذا، خرجتها غير من التليفون، وصلتها من التليفون، وما تخرجتها هنا في درت قباري هنا في كرتونة وقطعت. عندي الطول تاعها هذا الرشمة هذه، حسبها لكم هنا، هاهي وينا حد هذا الآخر، جينا واحد خمسة ونص سنتيم، جينا خمسة ونص، والعرض تاعها حوالي ثاني تقريبا ايه 5.5، كيف 5.5، جاتني 5.5 هكا و 5.5 هكا. قطعتها وفتحتها منها ورشمت بها. واش هي الطريقه تاع الرشمه؟ كيف هدرت بون، هذه لاناك، هذه اللي راني نخدم فيها، طويتها على زوج هكا هكا في الوسط، وبديت الرشمه من الوسط هكذا هكا، نحط هكا الرشمه ونرشم هكذا هكا ونرشم، بديت من المنص تاع ومن بعد نمشي. درك نفهمكم، حطيت المره الاولى قاعدين الرشمه هنايا هكا، رشمتها ومن بعد رحت هكذا، رحت لليمين ومن بعد لليسار هكا، كملت الرشمه باش نعرف كيفاش ندير فليكوا. وصلت هنا للزاويه الثانية هنايا، رسمت وحده وخليت هذا الفراغ هذا خليت هذا الفراغ هنا، ومن بعد بديت من الجهه الاخرى ثاني تاع الناحيه تاع العرض تاع الثلاجه هذه تاع الغطاء بلي هنا، الناحيه تاع العرض ثاني راني هكا طويل ثاني هكذا هي، وقسمت هكذا النص ثاني، ودرت هذه هنايا هكا في النص هكا، ورشمت كملت الرسمه تاعي كامل، وكملت كاع هذه الوحدات حتى لهنا في الكوانه هذه. كي وصلت لهنا في الكوانه بقات لي هنا هذه الفراغ، هذه سيد كيفاش نعدلها برك مع هذا. هنا ما جاتنيش وحده كامله، مي عدلتها شويه، جاتني هنايا في الكوانه باش تجي كاع مبرجه كيف كيف مفهومه. وعملت نفس الطريقه في الجوانب الاخرى اللي باقيه كامل هكا، كملتها كاع كذا تجيني كاع بلاصه مبرجه. انا كملت رشمتها كامل باش ما يجينيش الفيديو طويل، رشم كاع في الجوانب هكذايا
كامل هكذايا، ونزيد هاد اللي باش ندير لهم الثوقه هذا ان شاء الله، هادو هكذايا، ونكمل ونحط وحده حدا اختها، كل وحده حدا اختها بتجي البراج كاع كيف كيفها، يعني كاع كيف كيفها مخدومين ان شاء الله. طريقه التقطيع هذه سهله ثاني، مش حاجه كبيره. ها غير بالعقل، كون عندك شوية صبر معاها برك وتخدميها سهلة. ثقب ماشي تحكمي هكا بالوحده وتوازي هكذا، ديري غير هكذا ساهلين الثقب هكا، طويها غير هكذا الثقبه وين الرسم، تبعي هذا الخط هذا تاع الرسم. ها وزيدي الثانيه ثاني وين راهي مرسومه وقطعي. ها سهله. لا ما تدخلي مقص وتخدمي تجيك واعره، حكمي هكا على زوج وقطعي. هاي سهله مهله، تحبي تخدمي تجيك سهله. ها. انا نكمل باقي التبرات اللي باقي لي ونرجع لكم نكملوها. هاي بعد ما كملت التقطع هاي جات كي شغل تبراج تاع ريشيليو انا عجبني، عجبكم نتوما؟ عجب هاي جاني هاي بان كي شغل من بلا ما ديري تزواق واحد اخر، يجيك فوق الفريجيدار يجيك شباب شغلانه فوق الفريجيدار. نروحو دركا باش نخدمو زوج جيوبه تاع منو من تاع لانا. عندي هاد الكاباري درتو، هذا نص تاع جيب هكذا هكذا، المهم نطوي هذا على زوج هكذا. نطوي هذا على زوج هكذا ونفصل هكذا. عندي قياسات تاع العرض تاع الجيب كامل هكذا، من الطرف للطرف عندنا 26، ومن الفوق للتحت عندي 15 سنتيم، 26 على 15 سنتيم، هذو هي القياسات. وهذا الشكل هذا درتو عشوائي، درتو بيدي برك هكذا، درت مربع فيه 26 على 15، ومن بعد درت هذا الشكل هذا مبرج هكذا باش يجيني، يعني يجيني واحد التحفة مليحة. راني طاوية السكاي على اثنين، الجهة المغلوقة راهي منا. نقطع بهذا المقص باش يجيني مبرج الجيب شباب. غير قص هذا المبرج هذا يتحفلك الحاله كي تقطعيه.
خليت هنا 10 سنتيمتر، حوالي 10 سنتيمتر، ونبلاصي الجيب درك هكا نخيطو هكا كاع من هنا. نتوما كيما تحبوا، تحبوا تطلعوا شويه، تحبوا تخلوا كيما انا هكا. هادو لي بابيون خدمتهم بيدي غير هكا عشوائي هكايا، خدمت واحد كبير وواحد صغير، درت واحد هنا وواحد هنايا فوق قبل ما بعد شوز تشبحت بيهم. وعندي هذه، هذه العقده هذه شغل ربطه شغل كرافاطه هكا راني خدمتها، كمشت برشتها وكمشتها برك، شي حاجه كبيره سهله ملصقتها. هذا الشكل النهائي تاعها تاع غطاء الثلاجة. دعموني ان شاء الله بلايك والاشتراك، يعطيكم الصحه.